نفسي ولا لا لازم تلجأ للطبيب على طول؟ لان كمان معانا فيديو. لا ده هنا الفيديو ده بيتكلم عن الفحص الذاتي للثدي وده مهم جدا، بننصح بيه السيدات بعد انتهاء الدوره اخر يوم في الدوره تبتدي تقسم صدرها الى 4 مناطق زي يعني تفحص كل منطقه براحه اليد، يعني زي ما احنا شايفين في الفيديو هنا اي حد هيحس الثدي بتاعه بالتبس او بالاطراف الاصابع هيلاقيه كله في كلاكيع، لا الثدي عشان احس فيه حاجه مش طبيعيه وناشفه لازم براحه اليد نفسها براحه الاصابع. وابتدي اقسم الثدي الى 4 مناطق زائد منطقه الحلمه والهاله اللي حواليها زائد ما انساش منطقه تحت الابط. كده يبقى عندنا 5 مناطق لازم يتفحصوا. والاسهل ان احنا بنفحص الثدي الشمال بالايد اليمين. لا ده مهم قوي يا دكتور، الفيديو ده مهم جدا، ده فحص يا جماعه ذاتي او شخصي ممكن السيده كل سيده تعمله بعد انتهاء الدوره الشهريه. تمام. بايديها والثدي العكسيه. الايد العكسيه بيبقى اريح كتير ان انا اعرف احس الثدي اليمين بالايد الشمال والثدي الشمال بالايد اليمين. وبقسم الثدي الى 4 مناطق بحسه براحه الاصابع ومنطقه الحلمه والهاله اللي حواليها دي مهمه جدا وتحت الابط. لو حست بقى باي تورم او حتى منطقه فيها انتفاخ تلجا على طول للطبيب. طبعا. ما تستناش اكتر من كده. طبعا. ده الفحص الذاتي او الشخصي، وده بنقول عليه مش هو ده كل حاجه، لان في فحوصات بقى حضرتك بتعملها للمريضه اللي خلاص اتاكدت ان هي عندها ورم. في حاجه مهمه تانيه بس عايزين نؤكد عليها ان اي تغير الست هي اكتر واحده تعرف شكل الثدي بتاعها. فاي تغير في شكل الثدي. تغير ايه يا دكتور؟ ما هو في فتره مثلا شكل الثدي بيبقى منتفخ او كبير، يعني قبل مثلا الميعاد. الشكل غير الاحساس، هي بتحس ان صدرها كبير او منتفخ، ده مثلا اثناء الدوره الشهريه او ما قبل الدوره الشهريه. ده الاحساس غير الشكل. يعني واحده تلاقي حاجه ظهرت كورم في صدرها او حته عاليه. دي بتبان بقى، يعني دي بتبان، بتبقى واضحه ان الحلمه او الهاله اللي حواليها ابتدت تدخل لجوه وهي طول عمرها مش كده. ان في منطقه ابتدت تبقى داخله او مدفوسه مش على شكل الصدر من بره. كل دي تغيرات، كلها اعراض وده شكل غير يعني غريب عليا، فلازم تقلق. فلازم تقلق، يعني برضو ليه اعراض حتى لو متاخره، لو ملوش الام او ما بحسش باي وجع، بس برضو في اعراض. طبعا. طب دكتور شفنا الفحص الذاتي او اللي ممكن السيده تعمله في البيت بعد انتهاء الدوره الشهريه، هنشوف بقى الفحوصات اللي حضرتك ممكن تجريها على مريضه اورام الثدي او سرطان الثدي. ده اسمه ده ايه؟ الاشعه الماموجرام. الماموجرام هنا اللي هو بيصور الثدي. الماموجرام ده دوره مهم جدا وبيشخص بنسبه كبيره جدا. بس لازم معاه 3 حاجات تانيين، لازم الفحص من الطبيب. مش الماموجرام لوحده يشخص لي، لازم 3 حاجات سوا. الفحص من الطبيب زائد الماموجرام، والماموجرام ده في الغالب بيبين وبيبقى نسبته عاليه في التشخيص في السن اللي بعد الـ40. انسجه الثدي تقدر الماموجرام يقرا فيها اي تغير ولو حاجه بدري قوي. اوكي.